السؤال أخت فاضلة بتقول: أتساءل عن مال القُصّر، هل عليه زكاة مع العلم إنه موزع عليهم وموضوع ومحطوط يعني في البنك تحت الوصاية وحساب كل طفل لا يبلغ النصاب، فهل نحسب الزكاة على المبلغ الكامل قبل التخصيص أم لكل من الورثة ذمة مالية خاصة؟ بوفاة الإنسان صاحبة السؤال بتقسم التركة على أو تركة المتوفى على ورثته كبارا كانوا أو صغارا، وبذلك هيكون لكل واحد منهم ذمته المالية المستقل. ما أنا عندي التركة هتتقسم على الورث، الورثة دول صغار أو كبار، كل واحد هياخد المخصص إنه ياخده. والمقرر إن وجوب الزكاة لها مجموعة من الشروط، لابد من مثلا بلوغ المال النصاب، وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21. فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري وكان فائض عن الحاجات الأصلية للإنسان، يعني أنا جيت خصمت الديون والأقساط اللي عليا والحاجات وظل بعد ما خصمت وعملت المال بالغ النصاب، يبقى وجبت فيه الزكاة وهي 2.5% عن أصل المبلغ. طيب، إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تجب الزكاة في المال. وحضرتك قلتي في السؤال إن نصيب كل واحد من الصغار القُصّر لا يصل للنصاب، يعني كل واحد نصيبه لوحده من الصغار لا يصل للنصاب وعليه فلا زكاة في هذا المال، فلكل واحد من الصغار دول ذمة مالية مستقلة. يعني مش هجمع التلاتة مع بعض وأقول زكاة المال، لا، كل واحد منهم لابد من لاستكمال الشروط إن كل واحد منهم يكون المال بلغ نصاب، الحصة بتاعته في الميراث بالغة للنصاب مع استيفاء بقية الشروط الخاصة بزكاة المال. وعايزة أنبه على حاجة، إن المختار للفتوى إنه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي حتى ولو بلغ النصاب، وإن مرت حتى برضو عليه أعوام متتالية، حتى يرفع المجلس الحسبي يده على هذا المال، لأنه حارس وحابس ومحتفظ بهذا المال لهذا الصغير. لما يرفع المجلس الحسبي إيديه عن هذا المال وبيستلمه بقى بعد كده اليتيم بالطريقة اللي حددها القانون، وده لما يبلغ سن الرشد حوالي 21 عام أو بإذن المحكمة المختصة إذا اطمأنت لرشده، فتجب عليه الزكاة حينئذ بشروطها الشرعية من بعد ما يستلم المال، ثم مرور الحول عليه من يوم ما استلم ذلك المال. والله تعالى أعلى وأعلم.